مبدئيا كده أنا مش جاي أقولك مين هو فرعون الخروج أو فرعون موسى، لأن محدش يعرف ولا حد يقدر يأكد المعلومة، كلها احتمالات وليها أحداث بتنفي الاحتمالات دي برضو في نفس الوقت. الثابت أن بني إسرائيل كانوا مكروهين بشدة من المصريين لأنهم ساعدوا الهكسوس طول فترة حكمهم لمصر، وأول حاجة عملها الملك أحمس بعد التحرير هو استعباد بني إسرائيل. نبدأ بأول احتمال، أكتر حد اتقال عليه أنه هو فرعون الخروج برا وجوه مصر هو رمسيس الثاني. من الآخر كده مش هو. طب ليه؟ لما اتعمل تحاليل للموميا بتاعته في فرنسا مفيش أي دليل على أنه مات غريب. صحيح هو عاش 90 سنة واحتمال يكون عاصر ميلاد موسى أو الخروج حسب ادعاءات الناس اللي بتأكد أنه هو فرعون موسى، بس الفكرة أن الملك مرنبتاح ابن رمسيس الثاني اللي جه من بعده كتب لوحة في العام الخامس من حكمه بيقول فيها أنه حارب بني إسرائيل وأبدهم تماما وأفنى ذريتهم. ودي احتمالية برضو بتنفي أنه هو فرعون الخروج وأنه مات غريق. يعني لو حسبت 40 سنة فترة التيه من بعد الخروج هتلاقي أن استحالة يبقى رمسيس الثاني ولا مرنبتاح يبقى واحد منهم هو فرعون الخروج. بالمناسبة دي المرة الوحيدة اللي المصريين ذكروا فيها اسم إسرائيل في كل المعابد والنقوش، وبالمناسبة برضو اسم إسرائيل هنا مش بيدل على الدولة ولكنه كان بيدل على جماعة من الناس كانوا عايشين في المناطق دي. في تفسيرات تانية للوحة مرنبتاح إن المقصود بيها هو قتل ذكور بني إسرائيل زي ما قال إن هو أباد ذريتهم، لكن فترة حكمه كانت 19 سنة ما تستحملش كل الأحداث دي من ميلاد سيدنا موسى وهروبه من مصر بعد قتل العسكري المصري ورجوعه بعد 10 سنين. لو التفسير ده صح يبقى احتمال ان مرنبتاح هو الملك اللي ربى موسى وقتل أطفال بني إسرائيل، لكن مش هو فرعون الخروج. وده ياخدنا للاحتمال الثالث انه يبقى سيتي الثاني خليفة مرنبتاح، وإن الخروج حصل في عهده تبقى للتسلسل الزمني. الأكيد إن فرعون الخروج هيفضل سر محدش يقدر يأكده بنسبة 100%.